واللي ما بنعرفهم واللي هن اليوم كل امال العالم فيهم، لانه هودي ما بعم يلعبوا صاروا مثل ايكونز، هودي هن الناس اللي على التيران اللي عم بيلعبوا. باي اكزامبل حاعطي اسامي مثل مايكل بالاك بالمانيا، اكيد فرانك ريبيري فرنسا، بيفون بايطاليا، بالبرتغال رونالدو كريستيانو، اكيد بالبرازيل لويس فابيانو و اتس نوت ا باد وورد كاكا. هودي كلهم عم بيحكي عنهم، بيحكي عن وين خلقانين، كيف مين مرنهم، شو هن اول متوشه لعبون، باي مونديالات سجلوا. هذا كثير يعني هذا استوار اذا بدك اول واحد. الثاني بالعكس عندك كل شيء عن 2010، والحلو كثير انه باخر الكتاب عندك كل بروجرام ال 2010، عندك الستادز تبعوا ساوث افريكا، بيحكوا لك شوي عن البلد، عن الستادز اللي بدهم يلعبوا فيهم. يعني حلو انه اب تو ديت اذا بدك الكتاب اكثر. كمان في مهضوم كثير بون ديسيني عن فوت مانياكس، كثير مهضوم كمان. بالبون ديسيني عندك معلومات بس بطريقه بون ديسيني يمكن للاصغر او حتى في كثير كبار بيحبوا هن كثير البون ديسيني. دونك ايه في اللي بيحبوا بون ديسيني بضل يقروا ليكبروا بحبوا يقروا 100%. دونك فوت مانياكس، والحلو مع الفوت مانياكس انه في له كويز، يعني بتقري برجع بتشوفي انت قد ايه اليوم معلوماتك، تعملي امتحان، تعمل امتحان لحالك، مين اللاعبين، شو هن الفرق اليوم اللي رح تلعب، مين ضد مين الجروبات، مين معقول يوصل. بتعرفي بتعملي قبل بوقت ستاتيستيك تشوفي مين ممكن يوصل مع مين بالكارد فينال، بالدومي فينال، بالدومي فينال وبالفينال. مين معقول يوصل بالدومي فينال كارد؟ شو بتقولي؟ هلا كثير معقولة انه يوصلوا برازيل، برازيل معقولة تتصدر مع ما بعرف إذا ضد لا مع الأرجنتين، لا نو واي، مع حدا من أوروبا سيبا، يمكن الإسبان، بس برازيل على الدومي فينال أكيد إن شاء الله. على قليك أنا ما بحب أقول، ما بحب أحكي، ما بحب أتأمل كثير، لما هيك هذا، بس أنه سي تري بروبابل. الليلة بعد ما لعبوا الليلة بدنا نشوف. أنا بتصور انه قلتها هيدي سبق وقلتها انه عم يلعبوا من الاول ناديا بطريقه كثير حلوه وكل الفرق كل الاندفاع، يعني مش انه بتحسهم مبلشين هيك صح، عاده كانوا يبلشوا رواق وبعدين يعجقوا الدنيا، لا من الاول مبلشين بقوه. اليوم الليله بنقدر نقول اذا كانه كل الفرق قوي، يعني في فرق ما كنا نسمع فيها قبل انه قوي، لعبوا ماتش من ليلتين. بس عم تقوليها وانت قلبك عم يوجعك. لا انا ليكي، مع انه انا ما بحب الانمار بس حبيب قلبي ابني مع الالمان، سو ما اذا ربحوا الالمان انا ما بزعل، لانه بحس كانه قلبه الكبير البرازيليه، يعني نحن شفتك كيف بعدين مالي انه عرفتي خمس مرات، بنخلي الاغاني شوي مش معقول. شو كرمه كمان. دونك الكتب عن جد كثير حلوين، وبحب اقول انه في كيتس كمان هلا ما خصهم بالكتب ولكن موجودين بالمكاتب عند ليبيري انطوان، هن كيتس تشجيع كثير كثير مهضومين. هلا لقيت فرنسا ما لقيت برازيل، بس ما عندك لو كوفري دي سوبورتر، عندك الزمور، عندك ال يعني البيروك، وعندك كمان عدة صفيرات وهيك كثير مهضومين. هدول كولورياج بتعملي فيهم كمان، بتعملي تلوني العلم الفرنسي على وجهك 100%. وفي كل البلدان، ولكن عندي بقى اونطان ما كان بقى باقي فرنسا. طب بعرف لي مشجعين فرنسا مش كثير قليل، ما في طلب على فرنسا، راحوا تبع الوزير راحوا الالمان. بس تخيلي قديش بيعملوا، يعني قديش هيدي الكوب دي موند قد ايه بتطلع مصاري، قد ايه بيعملوا ماركتينج لاشياء. قبل الكوب دي موند بشي يمكن شهر كنت عم بسمع على الراديو انه باعوا ب 100 مليون يورو تي شيرت مع اذا ماني غلطانه رونالدو، نعم على الظهر مع اسم رونالدو ورقمه، مزبوط ب 100 مليون يورو، مزبوط قبل بشهر من المونديال. بتعرفي المونديال صارت اليوم من اهم الاحداث العالميه، يعني لو شو ما صار بالسياسه او حتى امني ما بيعملوا له هالضجه، هالضجه اللي عم بيعملوها على الشهر، وكثير العالم بتحبه هذا، يعني مزبوط وسبون ميغوان بالعالم 100%. فيها يعني وفات فيها سياسه، ما في شيء ما في سياسه، حتى بيقولوا سياسيا هم ممكن يربحوا هالسنه، يعني فيها سياسه، فيها اقتصاد كثير، اقتصاد اكيد، بس سياسه كمان فيها، في العاب سياسيه بقلب الماتشات كمان، فيها شويه اذا بدك انه من الاول بيحضروا مين ممكن يربح مين ممكن ما يربح. يعني اليوم ساوث افريكا مش معقول، يعني اللي هو هي هوسس اكثر مستضيف، هو الكوب دي موند ما يربح ممكن، هلا هن كثير قوية او ينحنوا بس فيهم ما يربحوا، ما عم نقول بس بيكونوا كثير
عاملين كل قوة حاطين كل قوتهم تيربحوا. فيها مسيسة اكيد مسيسة، بس انه لاي مدى تدخل السياسة ما بنعرف، بس انه في هو السياسة بتكون في سياسة ومال مش بس سياسة. اذا في حدا عم يشتري جيم بس كارثة بتصير. هو الحلو فيها انه هذا جيم، يعني اللي اشطر اللي اسرع اللي اقوى هو بيربح مش اللي دافع اكثر. اذا بفوت فيها كمان سياسة بنبطل نحبها؟ لا بتصور انه رح نضلنا نحبها، والسياسة قد ما فاتت بضلوا سلومياكي كان يعني الافضل هو اللي بيربح، ونحن بنشجع الكل اللي ان شاء الله عن جد انا بقول ان شاء الله بهالسنة كله ميور كان. بس هالسنة بعد 4 سنين كل البرازيل سنة كله ما يرجعني أكيد ما يرجعني. على كل حال حلوة الأجواء لأنه هي بعيدة عن السياسة لأنه بتجمع الكل. وأنا كتير بشجع عن جد اللي بيحب الفوتبول واللي ما بيعرف شيء عن الفوتبول يجيب هالكتب، لأنه فريمون لو ما بيعرف شيء وبيقرأ هالكتب اللي اليوم حكيت عنها بيصير عن جد عنده ثقافة بالفوتبول. ثقافة أكيد. صبح كنت كمان عم أقول إنه بصير عنا ثقافة من نوع تاني، بصير نعرف الأعلام 100%. في بلاد ما بنعرف اعلامها، في بلاد مش يعني ما بنتذكر وين. مزبوط. انا فتشت مثلا على الانترنت الاوروغواي شو في حولها اي بلاد قد ايه مساحتها صغيره كبيره قوي الفريق يعني. مزبوط. هيك بس امرار تكوني حشوره بتسالي. اصلا بالكتاب هيدا في بنعرف انه في واحد من بعد مارادونا، وقت مارادونا في فتره بيلي البرازيلي وقت ما قدر في مونتال ما قدر كان مجروح، في غير واحد قدر يلعب محله ولكن لسوء الحظ برازيلي، ولكن لسوء الحظ مات من الفقر، مات من سوء التغذيه والفقر. تاملي فوتبولر برازيلي دونك في تقلك انه مش كل وقتها من ايامتها، بس انا بدي اطلع اي سنه لانه ما انتبهت انه كان الناس بتختني، في ناس كمان ما بتعرف تستفيد. دونك مش دايما المصاري هي اللي بتعمل من اللاعب. على كل حال بفتكر من وقتها لهلا تعلموا كيف طلعوا مصاري بيك تايم، لانه صاروا كلهم بتصور هلا صارت اكثر صار مليونيريه بعد من انه بس باسيون. هن عمرهم قصير على كل حال وبينشهروا كثير وبيعملوا مجهود كثير وبتخلص حياتهم العمليه كثير بسرعه، حياتهم الرياضيه لكن ينتقدوا كثير، فما عليه يطلعوا هالقد. قولي مارادونا ما عمل شيء لحتى ما ينتقد. مزبوط. قد ما على المخدرات فتره بسموه الزعور الفوتبول ولكن حرام. مبدع كمان. نحن كنا نرجع نشوفك امتى؟ الخميس انا قاعد معي الكاتب اللبناني الفرنكوفوني الشهير ماتر الكسندر نجار طالع كتاب جديد ورح يكون معي نهار الخميس. كنت عم اقول هيك لانه اليوم كنت مستضيفه كمان لين غندور اللي هي عامله كتاب باللغه الفرنسيه، كانت هي والدتها ضيوفنا ببيناتنا حكيوا عن الكتاب. انا كمان وعملنا لي بريفاس الكسندر نجار، فقلنا انه الخميس رح يكون كمان ضيفنا باللايف للي حابين يتابعوا. انا الخميس بكون هون وبشوفكم كمان. نحن بعد البريك مشاهدينا رح نكون مع فاميلي، فخليكم معنا.